تمسك في مراتي. مراتك مين يا عم؟ يا عم دي بلادها ايه يا عم؟ يا عم مراتك مين يعني؟ يا عم في ايه؟ ثواني ثواني ده حتى ذوقك. الله 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 يا عم راحت ايه يا عم؟ كل شويه يا عم امسك فيها يا عم. تعالى 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 يا عم انا جاي لك. تعالى انا بكلمه هو. تعالى تعالى هتقولي هتقولي ايه؟ ثواني هتقولي مالك يا ابني تمريض نفسي يا عم؟ ثواني يا عم. يا عم مش مستني انا عايزه لوحده. انا عايزه لوحده. عايزه لوحده. تعالى تعالى انا عايزه لوحده. تعالى شويه انت بس. تعالى 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 بس. تعالى 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 انت حتى ذوقك وحش يا عم. مالك مالك يا حبيبي مالك؟ انا عايز انا جاي كنا عايزين نعرف ايه بقى. لا ما طلعش ابيض خالص.
لا تدخل معانا لو واحد جالي سؤال يقول لي مراتي معلش معلش انا جيت جنبها كده عندي انا جيت جنبها انت قلت ذوقك وحش ده بقول له هو ايوه هو ذوقه وحش برضه تعالى بس لازم نصالح سقفوا له يا جماعه احمد لا يساوي لا انا عايزه اقول لكم بس حاجه الراجل كسر المايك من كتر ما هو متنرفز بشد المايك منه عشان اقول له ان ريهام سعيد كسر المايك مين اللي هيتحمله ده الموقف ده ما حصلش معايا قبل كده خالص يعني وبعدين انا ما عملتش حاجه غلط انا كل ما برقص مع الشباب هي انت تصدق احنا خلاص ده ريهام سعيد بنعمل نقله خلاص يا عم احمد شرفتنا او قلبك ما طلعش ابيض قوي ولا الناس اللي معاك طلعوا بيض خالص والعصيان طلعت والحاجات طلعت بس وراك رجاله بشكرك وقلبك ابيض وكل سنه وانت طيب يا رب احمد العزو يا جماعة.